جيرانيو جيرانيو على آلة الحدباء من منقول فإذا حملت إلى القبور جنازة. يا حبيب يا سيدي، نحن هنا متواجدين من باب مشتري السيد مسلي، لإحياء هذه الذكرى والتي سميت بنفس بمشعل التمتع الشطاير، إحياء الذكرى شهداء الأبرار الذين ضحوا بالنفس والنفيس لاستجاع هبة هذه البلاد. معكم السيدة مصري، اليوم حيينا اليوم الشهيد يوم 18 فبراير، وكان لنا الشرف أن اليوم استضفنا رئيس البلدية ورئيس دائرة السينية والسلطات المالية على رأسها مديرة الفلاحة لبلدية السينية، ونشكر السلطات المعنية على المجهودات اللي قدمتها وهم بالحضور نتاعهم، لأنه كل ما يحضروا هكا راهم يزيدونا باش نطوروا في المشتلة، وباش كل عام نزيدوا. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.